افتتح الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة ملتقى الجالية السنوي بحضور نواب مدير الجامعة وعدد من الدبلوماسيين والملحقين الثقافيين وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة المشاركين في الملتقى. المزيد في تقرير الزميل وليد الأصبحي. ملتقى الجاليات بجامعة الشارقة لقاء سنوي للطلبة يستعرضون فيه مختلف ثقافاتهم وعاداتهم المتنوعة، وتنظمه عمادة شؤون الطلبة بالجامعة حيث ضمت أجنحة متميزة للدول المشاركة والتي تمثلها كل جالية من طلبة الجامعة في إطار رؤية جامعة الشارقة الهادفة إلى تعزيز التبادل الثقافي بين مختلف الأمم وجعل الجامعة بوتقة تنصهر فيها المعارف والشعوب. وهذه واحدة من النشاطات اللي نعتقدها أنها مهمة للطلبة لأنها تخلق بيئة أسرية للطلبة مع الأساتذة، لأن الأساتذة أيضا يزورهم في هذه الملتقيات. وحسب ما نعرف الآن أن جامعة الشارقة تقريبا تحوي على 101 جنسية. 30 جناحا مشاركا عرض بها الطلبة مختلف تقاليدهم وموروثهم وعاداتهم، حيث سعى كل جناح لإبراز التراث الشعبي للجالية التي يمثل بها دولته من خلال تقديم العروض الفنية والتعريف بالرموز الوطنية لكل دولة، إلى جانب ارتداء الأزياء التراثية التي تعكس الأصالة والتمسك بالقيم القديمة. كما قدمت المأكولات المختلفة والمناسبة لكافة الأذواق، وكذلك عرض أنماط مختلفة ومبدعة من الفنون الشعبية. الشيء المعروف هي الشوب العراقي، الدبكة العراقية، وعندنا المواهب العراقية، الشعر العراقي، أبوذيات عراقية، وعندنا كلمات عراقية عامية، أسئلة وأجوبة. إن احنا نبين للناس إن هو الحضارة، حضارة المصرية، حضارة من زمان وحضارة لحد الآن لسه مستمرة، يعني ما انتهتش، بوجود الأهرامات والفراعنة وكل ده، حضارة 7000 سنة فلحد الآن لازم تفضل موجودة. الصراحة يعني هاي مشاركة لي الرابعة في الجامعة، وهاي مشاركة سنتي الأخيرة، والجوبل دي عطونا فرصة إن نبرز بلداتنا بشكل حلو، أن ما شاء الله الجاليات كلها متواجدة والأفراح تختلف من مكان لمكان، فحلو تساوي فرحتك للناس الغير. يعكس الملتقى الذي يعد تظاهرة ثقافية وحضارية التنوع الثقافي والإنساني في جامعة الشارقة، إذ يمثل هذا اليوم للطلبة فرصة للتعبير عن تراثهم الوطني وإبراز الجانب الجمالي لثقافتهم وأصالة تراث بلدانهم العريق. ملتقى الجاليات السنوي هو فرصة للطلبة للتعريف بعاداتهم وتقاليدهم وتراثهم العريق الذي جاءوا به من مختلف بلدانهم سواء العربية أو الأجنبية، ليلتقوا هنا في ملتقى الحضارات جامعة الشارقة. لأخبار الدار، وليد الأصبحي من الشارقة.